مخيم عين الحلوة يغلي على فوهة بركان ولحظات تحبس الأنفاس. فالمهلة لتسليم المطلوبين انقضت من دون نتيجة، بل على العكس تماماً. هنالك معلومات تفيد بأن كل ما يجري في المخيم لم يكن هدنة كما قيل، بل استعداد للحرب. معلومات سبوتشوت تؤكد أن حركة فتح كانت طيلة الفترة المنصرمة تحضر لعملية عسكرية داخل مخيم عين الحلوة. وما يعزز هذا الانطباع الأمور التالية: أولاً، تمكنت حركة فتح من إدخال عناصر مسلحة تابعة لها من مخيمات الجنوب إلى داخل عين الحلوة، وجزء منهم من عناصر الكفاح المسلح الفلسطيني وغيرها. ثانياً، نجحت فتح في إدخال كميات سلاح وفيرة إلى المخيم. ثالثاً، مشاهد التعزيزات والتحصينات المكثفة على المحاور التقليدية للقتال. بالمقابل، الفصائل الإسلامية تعمل بنفس الوتيرة، حيث أفادت معلومات سبوتشوت أن هؤلاء، صحيح أنهم لم يتمكنوا من استخدام مقاتلين من خارج المخيم بشكل سهل، إلا أنهم عملوا بشكل واضح على بناء المتاريس خاصة على خطوط التماس الأساسية، كما عملوا على موضوع تأمين السلاح وجدولة مواعيد الحراسة وتفعيل أجهزة الرصد والاستخبارات والتعقب التابعة لها لجس نبض الطرف المقابل. مصدر أمني يحذر عبر سبوتشوت أن الطرفين استغلا فترة الهدنة لتعزيز حضورهم العسكري والميداني، ويعبر عن قلقه الشديد من كون هذه الهدنة أو المفاوضات توقيت انتهائها سيكون توقيت انتهاء التعبئة، والذي على ما يبدو قد اكتمل. ويؤكد المصدر أن عين الحلوة ذاهبة على ما يبدو إلى جولة قتال جديدة غير معروفة التوقيت، والموضوع مقتصر على الشرارة التي ستشعل النار في الهشيم. حركة فتح تعتبر نفسها صاحبة الدم، وتعتبر نفسها أنها لم تأخذ بالثأر. ولدى اتصالنا بقياديها يؤكدون أنهم لن يتهاونوا في الاختصاص في جريمة اغتيال العرموشي ولا نقاش في هذا الأمر. كما تتحدث المصادر أن حركة فتح كانت تسعى في الآونة الأخيرة لتأمين محاولة اغتيال شخصية وازنة من الإسلاميين داخل المخيم. هناك مفاوضات جارية لتسليم الثمان أشخاص المشتبه فيهم بجريمة القتل. طيب، وفي حال لم يتم تسليم المطلوبين اليوم، انتهت المهلة، هل هنالك إمكانية لتجديد المهلة أم لتجديد الاشتباك؟ هذه المسألة تتعلق هلا بالقيادة، وتم اجتماع لجنة العمل اليومي، وبتم تفعيل القوة الأمنية تعزيزها، وهي اللي بتاخذ الإجراء ما تراه مناسب. القرار الفلسطيني تسليم القتلة. مصادر أخرى ترجح فرضية تمديد الهدنة بجهود تقوم بها هيئة العمل الفلسطيني المشترك. لكن اللافت بل الأهم هو ما كشفه الشيخ ماهر حمود في حديث مع سبوتشوت عن إمكانية نجاح المفاوضات مدعمة بتطمينات من الدولة اللبنانية. يعني اليوم على ماذا يعمل من خلال المفاوضات؟ على تسليم جزء من المطلوبين، هناك ثمانية مطلوبين. في أصلاً بعض من ذكرت أسماؤهم أصلاً كانوا عندهم فكرة للتسليم، يعني بدوا يسووا ملفاتهم، ولأنه هن مطلوبين ملفات ما لها علاقة بالمخيم، فهولي ممكن يصير هالشي هذا. وعما يعني تقدم تسهيلات كبيرة من قبل المعنيين إنه إذا صار تسليم بيكون معاملة مختلفة. هلأ الحقي إنه طيب نحن بدنا نسلم حالنا لدولة ما فيها قضاء وما فيها قرار سياسي، وإذا فتنا على السجون أكل ما فيه، محاكمات ما فيه، يعني فيها وجهة نظر إنه بهذه اللحظة التسليم للدولة كمان شغلة يعني سلبياتها كتير كبيرة من الناحية اللوجستية بالحد الأدنى، ومن الناحية القضائية، لأنه كمان نعلم للأسف يعني القضاء منه يعني شيء واحد، وعم نشوف الأشياء كيف بصير. وبعدين إذا أعطيت يعني ضمانات من جهة، من يضمن التنفيذ؟ لأنه كمان الدولة ليست شيئا واحدا. إذا جهة أعطت ضمانة معينة، طيب من وتغير هالمسؤول أو حصل تغيير سياسي معين، من يضمن؟ يعني في عندهم تساؤلات اللي ممكن يعني الاحتمال يسلموا أنفسهم. نسعى إلى عدم تجدد الاشتباكات، ونحن من خلال هيئة العمل الفلسطيني المشترك نضغط بكل قوة
ومن خلال علاقاتنا ايضا نضغط بكل قوتنا لتسليم القتلة للقضاء اللبناني، لانه هو هذا الحل الاسلم. واعتقد انه يعني القادمات الايام اليومين القادمين ان شاء الله راح يحملوا في طيتهم ان شاء الله خير. يعني كيف سيجري تنفيذ الاحتقان داخل مخيم عين الحلوة؟ وهل أنتم مع إعطاء ضمانات للمطلوبين داخل المخيمات؟ شاركونا تعليقاتكم.